احنا دلوقتي في القرن 21، الست في الغرب اخذت حقوقها بعد سنين من النضال، ورغم ان بلادنا العربيه والاسلاميه سبقت الغرب باحترام المرأة وتكريمها بتعاليم القرآن وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن للأسف دلوقتي لسه الستات في بلادنا بالذات في مصر بيتهانوا ويتمرمطوا. الست في مصر الحقيقة شايلة كتير جدا، مشاكل غلا وأسعار وتعليم وصحة وكل مفردات الحياة. يا حضرات، بمنتهى الأبانة والحياد، كل مشاكل الأنظمة وفشلها بتضغط على الأسرة، والأسرة بتضغط على الحلقة الأضعف فيها اللي هي المرأة. المرأة هي قوام الأسرة، وبالتالي المرأة دي هي اللي بتصحح وبتعمل ترميم لكل الإخفاقات الاقتصادية للنظام أو لأي نظام. ده مش كلام وخلاص، ولا هي دغدغة مشاعر من عينة انت نور عينينا، ولا احنا عايزين صوت الست في الانتخابات، ولا احنا عايزين الستات تقف جنبنا في اي مشوار. دي كلام حقيقي، الستات في مصر هم اللي شالوا كل اخفاقات الانظمة. الست المصرية بجد طالع عينيها على كل المستويات، من اول لقمة العيش لحد كل حاجة. خلينا نشوف في الاحصائية دي، 4 مليون أسرة، 4 مليون أسرة بيدير شؤونها سيدات. ده الخبر اهو، وده الرقم. جريدة الشرق الأوسط السعودية، المرأة المعيلة حامية اجتماعية لعائلات مصرية، 4 مليون أسرة تدير شؤونها سيدات. ستات، ده في مارس 2021 اهو، 8 أنا مارس النهاردة، يعني 4 مليون ست بيديروا 4 مليون أسرة. والأسرة دي فيها أحيانا زوج، فيها أحياء، فيها ولاد، لكن أحيانا على فكرة الأسر دي بيبقى فيها زوج، عشان بس ما حدش يعتقد ان المرأة المعيلة هي المرأة اللي فقدت زوجها بس. لا، المرأة المعيلة احيانا بيبقى جوزها عيان مريض، او جوزها مش بتاع شغل، او جوزها ملطوش في دماغه، ومع ذلك المرأة بتشيل البيت داخل وخارج البيت. انا شخصيا اعرف سيدات بيديروا البيت وازواجهم قاعدين في البيت، بيشتغلوا بره وجوه، بيطلعوا الساعة 7 الصبح ويرجعوا البيت الساعة 9 بالليل. خلينا نشوف في الفيديو ده أو في الصور دي صور سيدات بيشتغلوا في شوارع القاهرة. أهم، آدي سيدات دي بتبيع مناديل في المترو. بص، هتلاقيهم بيعملوا كل حاجة، مناديل برضو في حتة تانية. الستات بتطلع تعمل كل حاجة، من الخدمة في البيوت إلى الخدمة في المصانع إلى حتى التسول. الست بتطلع تعمل كده مش عشان هي عندها رغبة في الخروج، لكن لأن عندها مشكلة. دول عن الستات المعيلات. الستات دول هم مؤمنين بنظرية إن الحياة لا يجب أن تتوقف. في راجل أو ما فيش راجل، الست بتطلع تشتغل لأن عندها بيت. زي الست دي اللي شفناها مع الأستاذ محمود سعد، اللي نزلت تشتغل عشان جوزها مش لاقي شغل في دمياط، لو انتوا فاكرين الفيديو ده. هو كان بيشتغل ايه ده؟ استرجي. استرجي شغلانه كويسه؟ لا، ما عادتش كويسه في البلد اللي احنا فيها الوقت، يعني صراحه. والله كل الحال وقف. الحال وقف، ما عادش شغل، وناس كتير قوي اساسا بقوا في نفس المستوى بتاعي. انا ليا اخت برضو نفس الحكايه بتاعتي، واخت تانية ربنا يعديها على خير معانا. مع مين؟ والله مع جوزها برضه. ايوه، انت تانية اتطلقت؟ وكلكم رجعتوا لامكم تاني؟ رجعنا لامنا بالعيال. وامك بتشتغل؟ لا، قاعده بقى هي بالعيال. احنا اللي بنشتغل. وانت ساكنه في دمياط ولا في راس البر؟ دمياط. في مارس 2020 كان عندنا خبر عن الستات اللي الحقيقه دفعوا ثمن اوهام باعوها لها ناس ما عندهمش ضمير، ناس ينزلوا الارياف او المناطق الشعبيه يبيعوا اجهزه ويخلوا الستات تمضي على شيكات بدون رصيد، ولما الست ما تعرفش تسدد القرض او الدين ده مكانها السجن. في مارس 2020 كان في خبر عن سجون الغارمات ودعوات عن الافراج عن 30,000 حالة بالسجون المصرية بمناسبة عيد الام. 30,000 حالة مسجونات بالغارمات، غارمة يعني، دعوات للإفراج عن
30,000 حالة، ده في مارس 2020. أمهات عايزين يجوزوا أولادهم أو بناتهم بيمضوا على الشيكات، والحقيقة يعني بيحاولوا أو ياخدوا أجهزة وبعدين يخفقوا في سداد القرض. ما بيكونش حاجة يعمل حاجة غير أنه صاحب الحاجات دي بيقدمها للمحكمة وتتسجن السيدة، ودول اللي بيطلق عليهم الغارمات. 30,000 حالة في مارس 2020. الستات من الصعب بل من النادر جدا رغم كل السوء اللي بتشوفه انها تفكر في الانتحار، لكن الفيديو ده لحظات قبل مرور القطار في اليوم العالمي للمرأة، وده تجسيد لحال بعض السيدات بامتياز. معقول الموضوع ده للدرجة ده؟ هو ما ضربلهاش اي كلام؟ لا وقف، وقف العاش، ممنوع يوقف. وقف يا عم، وقف 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 يا عم. الحمد لله لا اله الا الله. وقف ده، واحده رايحه تنتحر، رايحه ترمي نفسها قدام القطر، مش حاجه. مش هيبقى فينا يا ابو. ما قفل على القطر، انت فيه سارتين ده. وقفل على القطر يا بابا. لا وقفل على القطر، الحمد لله راحوا خدوها من قدام القطر. في اخر لحظه توقف القطار. كمان المشاكل الاجتماعيه، 24 مليون سيدة في مصر بلا راجل، منهم 13 مليون ما تعرضش عليهم الجواز. ده الخبر في فيتو مش من عندي أنا. 24 مليون سيدة في مصر بلا راجل، يعني هي الراجل وهي الست، منهم 13 مليون. أنا بكره اللفظ ده جدا، وأرجو من الهيئة العامة للاستعلامات أو من المسؤولين عن الصحف في مصر يتوقفوا عن استخدام اللفظ ده، لفظ عانس، لفظ قميء وقبيح جدا. أرجو من الأساتذة المسؤولين عن الصحافة والتلفزيون في مصر والإعلام يحاسبوا أي صحفي يكتب اللفظ ده. كلمة عانس كلمة سيئة جدا، ولو في 13 مليون ست أو بنت ما صادفهمش الزواج، ففي 13 مليون بنت بتتأذى بالكلمة دي. وأعتقد إن ده رقم حتى لو 1000 يخلينا نمنع نستخدم اللفظ ده. 13 مليون فتاة مفيش جواز، 24 مليون ست بلا راجل. في 2018 كان في رقم برضو مهول، 4 مليون مطلقة، الناتج 9 مليون طفل ضحايا الانفصال في 2018. ده حضرات اللي نشرته البوابة، 4 مليون في 2018 مش دلوقتي. أعتقد الرقم دلوقتي مع الأسف عالي جدا، 4 مليون مطلقة و9 مليون طفل ضحية الانفصال في 2018. حكايات أسرية انتهت بالفراق لأسباب تافهة، سنية خلعت جوزها بسبب لمبة كهرباء، شيخ أزهري بعض الزوجات يسيئن استخدام قانون الخلع. اللي زاد الطينة بلة مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري، اللي حقيقة بيتحط دلوقتي إذا كان قانون الخلع وسيء استخدامه بالطريقة دي فالمشروع الجديد ربما يفتك بالأسرة كلها. عشان كده المشروع ده بيتعرض لانتقادات، بيعيد المرأة أو بيعيد الناس لمئة عام من الوراء. مشروع ده في قناة الحرة، قانون الأحوال الشخصية المصرية أو المصري يتعرض لانتقادات يعيد المرأة 100 عام إلى الوراء. عشان كده صدر تعليمات بعدم الحديث عن مشروع قانون الأسرة المثير للجدل. ده العربي الجديد اللي نشرته قالت انه صدر التعليمات للإعلام ما تتكلموش عن مشروع قانون الأسرة المثير للجدل، بلاش نتكلم فيه وبلاش نهبط فيه. ده غير المرأة، يعني كده المرأة المعيلة وكده المرأة اللي بلا راجل والمرأة المطلق والمرأة البنت اللي لم يصادفها الزواج، غير ان فيه كمان المرأة المعتقلة زي عائشة الشاطر ومهنور المصري وسلافة مجدي وهدى عبد المنعم
وغيرهن حوالي 156 امرأة أو فتاة معتقلة في سجون مصر. ده الإحصاء بس، أهو خبر إحصاء حركة بأسماء المعتقلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. آدي أسماءهم أهو اللي موجودة تحت، منهم فتيات ومنهم سيدات. نشوف الموشن ده اللي بيعرض القصة دي، نشوف كده. في اليوم العالمي للمرأة حال النساء في مصر 4 مليون مطلقة للتعباء والإحصاء اللي بيقول. أعتقد الرقم ده أكبر من كده دلوقتي، ده في 2018. الرقم ده في 2018 أتصور إنه زاد جدا. طيب 13 مليون سيدة تجاوزت ال 30 سنة دون زواج، وده مصطلح حلو كويس، أو يعني ده تعبير كويس. 4 مليون سيدة تعول أسرتها، ده على حسب التعبئة والإحصاء. ده التعبئة والإحصاء مالناش علاقة بقى. 30 ألف سيدة غارمة في سجون مصر. دي جمعية رعاية أطفال السجينات اللي قالت الرقم ده برضو في مارس 2020 من سنة. معرفش الرقم ده دلوقتي أخباره إيه. 156 معتقلة في سجون عبد الفتاح السيسي، وأعتقد الرقم ده برضو حسب الرصد، لكن في سيدات وفتيات تم اعتقالهم من غير ما حد يتكلم عنهم. الخلاصة يا حضرات، ده حال المرأة في مصر.